تحياتي لكم جميعا، ولا يزال مسلسل الجرائم التي تحدث يوميا في ألمانيا، وكل يوم تطالعنا وسائل الإعلام والأخبار والتقارير الواردة من الشرطة الألمانية عن جريمة حدثت وتحدث في ألمانيا. وطبعا أصبح يعني من حياتنا اليومية، يعني الجرائم، ما في يوم صرنا نفتح عيوننا فيه ونقرأ في وسائل الإعلام إلا نشوف في جريمة حدثت. وطبعا يعني الملفت للانتباه بأنه ما شاء الله يعني الشباب عم بينوعونا، بشكلونا بينوعونا بطريقة الجريمة وطريقة القتل. يوم اغتصاب جماعي، يوم اغتصاب فردي، يوم دفع على سكة القطار، يوم طعن بالسكين، يوم واحد شلف أولاده من على الشباك، 3 أولاد شلفوا من على الشباك، يوم واحد طعن مرته، يوم واحد ذبح مرته وصور فيديو، وآخرة يعني اليوم كما ذكرت وسائل الإعلام شخص يطعن رجل يبلغ من العمر يعني تقريبا 34 من العمر، يمكن تقريبا هيك، بآلة حادة أو وسيلة حادة تشبه السيف. أنا حضرت الفيديو ويا ريت ما حضرته، فعلا شيء يشبه السيف، يشبه الساطور. تم طعن هذا الرجل في الشارع في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولاز هذا المجرم بالفرار، ويعني بعد ذلك تم القبض عليه من قبل الشرطة الألمانية. تقول الأخبار ويقول الخبر المرتبط بهذه الجريمة بأنه المجرم يحمل الجنسية السورية وقد قدم إلى ألمانيا عام 2015. الضحية هو ألماني من أصول كازاخستانية، وكان هؤلاء يعني كانوا الاثنين عايشين مع بعض في منزل واحد، وحدث شجار بين هؤلاء في الشارع وانتهى بهذه الجريمة التي يعني أودت بحياة هذا الشخص الكازاخستاني أو الألماني. اللي بيشوف الفيديو، وأنصح بعدم مشاهدة الفيديو، بحس إنه شخص من داعش عم بيقوم بذبح الضحية، تماما مثل ما اللي شاف واللي سمع، وأكيد كثير من الناس شافت وسمعت عن الوسائل التي يتبعها الدواعش في ذبح وقتل ضحاياهم. شيء مروع، سالت الدماء، جت بعدين سيارات الإسعاف والشرطة وإلى ما هنالك. يقول الخبر بأنه هذا المجرم كما قلت يحمل الجنسية السورية، وبذات الخبر يقولون بأنه لم يتم بعد التأكد من جنسيته السورية، قد يكون يحمل وثائق مزورة يعني تقول بأنه سوري، لكن قد لا يكون سوري، والتحقيق لا يزال جاري، وتم إحالة هذا المجرم إلى القضاء. المثير للانتباه والمثير للقرف والاشمئزاز، واللي حكينا عنه كتير ولا زلنا نتحدث عنه وما في شيء عم يتغير، انه كل من ارتكب هذه الجرائم وارتكب هذه الفواعل تقريبا هم من اصحاب السوابق. ويقول الخبر بانه هذا المجرم كان قد ارتكب جريمة سابقة وحكم عليها. وأنا سألت نفسي يعني إذا ارتكب جريمة سابقة وهو دخل عام 2015 إلى ألمانيا، خلينا نقول ارتكب بال 2015، ما بدنا نقول لا ارتكب بال 2016 ولا بال 2017، ونحن بالعام عام 2019، يعني قديش حكم، يعني قديش حكم قتل في القانون الألماني؟ سنتين يعني، 3 سنين، مشان يعرفوا الشباب، يعني مشان يتعرفوا على قانونكم العظيم المرتبط بالجريمة ومرتبط بالجنايات، ويعرفوا انه اذا ارتكبوا جريمة بيحاكموا سنتين ثلاثة وبعدين بيطلعوا بيطلق سراحهم وبيعيشوا بحياتهم مثل ما بدهم، بيرجعوا بيرتكبوا جريمة ثانية وبيرجعوا بيدخلوا على السجن وبيرجعوا الى ما هنالك من هذه الامور. فهمون للعالم جريمة اغتصاب شو حكمة؟ يعني حدثت منذ بضعة اسابيع، جريمة اغتصاب جماعي لاطفال، اطفال مجرمين يعني هيك سموهم، أطفال ومراهقين بين 12 عام و14 عام، 12 عام و14 عام مرتكبين جريمة اغتصاب يا جماعة، يعني شوفوا نحن إلى أي حال وصلنا، وهذا الزمان اللي وصلنا له، وشو هي العقليات وشو هي التربية اللي عم بيتلقاها هؤلاء.
مراهقين بين 12 و14 عام بيرتكبوا اغتصاب جماعي، العام 2000 العمر 12 و13 عام لم يعتقل ولم تجري محاسبته، يعني قال اخذوه على اليوغند امت، يعني هلا بكره بيطلع معه امراض نفسيه وبيطلع موضوع التربيه والى اخره، ويعني ينقل الى مصح نفسي ولاعاده تاهيله والى ما هنالك. طيب ماشي، والضحيه واهل الضحيه يعني الى متى سوف يتم او يتم الاستهتار بحياه الناس؟ مثل ما صار بمدينة كولن ليلة رأس السنة، تحرش واغتصاب جماعي، تحرش جماعي وسرقات، مثل ما حدث في ليلة رأس السنة من اقتحام للكافيه لسوق الميلاد، نسيت العالم بس بيطلعوا قال يعني بيعملوا مناظر الحكومة وأعضاء من الحكومة، قال بيطلعوا بيشعلوا شمعات وبيوقفوا بيحطوا ورود وعلى ما هنالك من هذه المسخرة ومن هذه التمثيليات اللي يعني ما عادت حتى تمشي على الألمان، لكن أنا عتبي على الألمان اللي لسه قاعدين وما عم يتحركوا ولا عم يعملوا شيء. طلعوا طالبوا بإسقاط هاي الحكومة، طلعوا طالبوا بإسقاط هذا القانون الجنائي اللي لا يحترم الضحايا ولا يحترم أهالي الضحايا ولا يحترم المواطنين. يعني شيء غريب وعجيب، شيء غريب وعجيب. كل اللي قرأنا عنهم ارتكبوا جرائم في الفترة الأخيرة أو سرقات أو اغتصاب كان لهم سوابق، وكان اللي كان محكوم واللي كان موقوف واللي قيد التحقيق واللي كان مسجون وفلتاني. طيب ماشي، آمنا وصدقنا، ما عندكم أنتو حكم الإعدام. طيب على طيب هدول الناس الزبالة المجرمين اللي عم يرتكبوا جرائم، ان شاء الله يكون من وين جاي؟ من بلد حرب؟ هذا ترحيل فوري، هذا لازم ترحيل فوري بعد انه ينال عقوبته، لازم ترحيل فوري. شو قاعد عم بيضل قاعد هون عم بيعمل؟ لسه بتكون الالمان ما يكرهونا؟ طبعا انا لا اتحدث عن لاجئين، انا اتحدث عن فئه الاجانب واتحدث عن فئه ال خلينا نقول المهاجرين بما فيهم من اللاجئين. يعني إذا ظلينا على هاي الحالة يعني لا تستغربوا لما ترتفع أسهم أحزاب اليمين المتطرف، لا تستغربوا لما بيزيد تمثيل أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان الألماني، ويعني بالمستقبل ممكن هن يستلموا الحكم. إذا ظلينا على هاي الحالة ممكن يستلموا الحكم. طبعا رسالتي أنا لا أوجهها للمجرمين، يعني أنت المجرم ما فيك تقعد وتحكي معه يعني بهذه الطريقة أو تعاتبه مثلا، ما هو مجرم. هلا خلفيات، شو خلفيات الحادثة، شو أسباب الحادثة، أي خلفيات للحادثة وأي أسباب للحادثة يعني تقابل بجريمة بهذا الشكل؟ يعني ما بعرف أنا شو أحكي عن موضوع القانون الألماني المرتبط بالجنايات. هناك استهتار تام بحياة المواطنين. بعد ما بتوقع الواقعة يلا نرقد وننشر على وسائل الإعلام وقال منشجب ومندين ومنزعل ومنحزن، ما طالع تقارير وطلعت الشرطة الألمانية وحكيت وناطق باسم الشرطة الألمانية، ويعني وزير الداخلية يعبر عن سخطه لهذه الجريمة ويقول أنها جريمة مروعة. إيه طيب وين بصرفوا هذا الحكي؟ والضحايا وأهالي الضحايا هدول مين بياخد لهم حقهم؟ بيمسكوا المجرم السارق بحققوا معه، اذا كان يعني تحرش، يعني تحرش هي شغلات بسيطة، ها تحرش اغتصاب كذا يعني مشوهم وقفوهم كم يوم يلا. شيء غريب، يعني شيء غريب. قانون عام 1955 لهلا هذا هو القانون، يعني غيروا فيه، تغيرت المعطيات، تغيرت الظروف، تغيرت طبيعة الحياة، تغيرت الناس اللي موجودة أصبحت في هاي البلاد، لازم يتغير شيء في القوانين. ولا الناس عم تسرح مجرمين سارحين وعم بيمرحوا في هاي البلاد. وهذا اللي ارتكب هاي الجريمة كما قلت طريقة داعشية، في منهم متايل وآلاف مؤلفة في ألمانيا.
واعتقد يعني الشرطة الألمانية والأمن الألماني بيعرف بهذا الشيء. مفلوتين، ليش مفلوتين؟ بعد ما يرتكبوا الجريمة هذاك الوقت بندق فيهم. يعني الحديث مؤلم يعني، والواقع مؤلم، والحياة يعني أصبحت هون. يعني نحن عم نتحدث عن ألمانيا يا جماعة، عم نتحدث عن ألمانيا، نتحدث عن خطر يومي، خطر يومي عن في بلد مثل ألمانيا. يعني يجب أن تتمتع بالأمن والأمان، صح، مقارنة ببلاد أخرى. يعني ألمانيا هي الأكثر أمانا، لكن طيب اللي عم نسمعه هذا شو؟ هاي الجرائم اللي عم نسمعها كل يوم شو هاي؟ لا أعلم يعني، لا عن جد لا عاد حدا يستغرب من ارتفاع نسبة التمثيل في البرلمان للأحزاب اليمينية المتطرفة، اللي أصبحت تستقطب أعداد كبيرة من الناس ومن الجمهور الألماني ومن الشعب الألماني. ردات الفعل من الأشخاص اللي نصفهم بالعنصريين على الأجانب، يعني خلينا نكون منطقيين، حاجتنا عواطف، ونحن يعني عم تمارس علينا العنصرية، تمارس علينا الكره للأجانب والكره للعرب والكره للمسلمين، هاي الأسطوانة خلاص يعني حاجتنا. يعني نحن قدام أمر واقع عم بيحدث، وانت اذا بتضع نفسك مكان الالماني وحدث وعايش في بلادك وجاء الغريب لبلادك وارتكب هذه الجرائم، اغتصاب واغتصاب جماعي، اعتقد بانه يعني نحن على العقلية القبلية والعقلية يعني المجتمع اللي نحن عايشين كنا فيه، اعتقد بانه راح تصير جرائم معاكسة وراح يصير عمليات ذبح وقتل الى اخره. هون الألمان طبعا ساكتين أكثر ما هنالك، بيطلعوا بيبعبعوا، بتكثر العنصرية عندهم أكثر من هيك. يعني قد تكون حادثة من هون وحادثة من هناك، يعني تهجم أو تعدي على أجنبي، لكن والله لو حادثة هاي الأمور في بلادنا ونحن كنا المواطنين وهن الغرباء ليصير مذابح. أنا لا أبرر للعنصريين ولا أبرر للألمان الذين يرتكبون أي اعتداء بحق أجنبي، لكن أنا أتحدث وأنا أوجه كلامي وألوم الشرطة الألمانية وألوم السلطات الألمانية اللي فتحت بوابة، اللي الناس أصبحت يعني راح الصالح مع الطالح، الناس الجيدين والناس المناح أصبحوا يعني مو مبينين. صار هلأ أي حدث بيصير شوف، ها هاي اللاجئين ارتكبوا هذا الفعل، ما بيقولوا هذا اللاجئ يعني بالاسم أو بالشخصية، لا بيعمموا. وهذه القضية يعني إنسانية موجودة، فأنت لما بشكل عام لما أي شخص واحد بيطلع سيء من مجموعة، كأنك أنت بترمي اللوم على هذه المجموعة، خصوصا الناس كما قلت غرباء وأجانب على بلادهم. على كل حال الحديث يطول، الموضوع كارثي يعني اجتماعيا كارثي، وأنا حذرت منذ بداية موجة اللجوء وحذرت المجتمع الألماني وحذرت وخرجت وقلت سوف يكون هناك كوارث على المستوى الاجتماعي، قد يكون هناك على المستوى الاقتصادي انتعاش، قد يكون هناك على المستوى السياسي يعني مكاسب تجنيها السياسة الألمانية، لكن للأسف يعني حتى على المستوى السياسي فشلوا، وحتى على المستوى السياسي عم نلاحظ ارتفاع لنسبة الأحزاب اليمينية المتطرفة، وعلى المستوى الاجتماعي أصبح الموضوع كارثي. يعني هلا نحن الأجانب نفسنا صرنا نخاف، هلا إذا واحد بده ينزل زوجته ولا بده ينزل أولاده ولا بده ينزل بناته ولا بده تروح بنته تروح تشتري لها غرض المساء، لما بتعتم الدنيا صار يخاف، صار يخاف. نحن الأجانب، ما الأجنبي مشكلته إنه صار يخاف من الأجنبي ويخاف من الألماني. يعني إن كان على هذا الميل، في الناس بتعرفوا أنتم يعني ما في داعي أحكي، على ميل الأجانب بتعرفوا شو الوسخ اللي طلع من بين الأجانب، وعلى الجانب الآخر صرتوا تخافوا من ناس عنصريين بيطلعوا لكم يشوفوك أجنبي شعرك أسود يرتكبوا أي حماقة بحقك. هيك صرنا نحن عايشين بحالة قلق يومي من هذا الموضوع. يعني كما قلت ننتظر لحتى يحركوا
حالهم شوي الألمان، ولحتى الحكومة الألمانية والقانون الألماني شوي يتغير ويكون أشد وأقسى في هذا المجال. ناس خلص ارتكبت جريمة، يلا عاقبه، رحله على السريع. شو قاعد عم بيعمل هذا لسه في هذا المجتمع؟ تخيل نحن، أنا الأجنبي قاعد عم بحكي هيك عن هذا الموضوع لأني أنا عايش هون، ولأني أنا صرت بشكل من الأشكال جزء من هذا المجتمع، واللي عم بيصير على هذا المجتمع عم بيصير علي، وبيصير لعائلتي، وبيصير للناس اللي حوالي. وأعتقد بأنه كتير من الناس بتأيد هذا الكلام. هلا بتطلع ناس توصفني بالعنصرية، كاره للأجانب. بعتقد كلامي واضح، يعني الناس الفهمانة رح تفهم أنا شو عم بحكي، والناس يعني اللي خلص حاطة في 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 راسها صندوق البويا هاد، خلص حاطة في راسها شيء معين، أكيد رح تتهم وترمي الاتهامات جزافا. على كل حال، لا أطيل أكثر من هيك، يعني لا أعلم ما أقول. أقول إنه نلتقي في جريمة تانية، في فيديو تاني يتحدث عن جريمة تانية، أو نقول يعني إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر نتحدث عن شيء إيجابي، عن شيء جيد وشيء جميل يحدث مصدره الأجانب. كما قلت، أنا لا أتحدث عن لاجئ أو لاجئين، أنا أتحدث عن الأجانب بشكل عام، وأنا أتحدث عن الناس اللي جاءوا لهون، يعني ضيوف على هذه البلاد. تحياتي لكم جميعا، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم.